In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one amen. Guys, can you come to the front here? So Abuna can give the talk here. Hello. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ما فيش غير كلمتين اثنين زيك هذا هسه شكرا الله اللي ورا خالص دول يجوا هنا قدامي يعني لغاية اقف كده خليك واقف ما تخليش حد يقعد وراك كله يجي هنا احسن عشان البعترة دي مش كويسة يلا يا اولاد يلا 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 هنا في ماتش بليسز هير كتير 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 بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين حد معاه إنجيل اديني حلو قوي عاوز واحد عربي لا 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 كده لا لا كده كويس أوي لما انتوا كلكم معاكم موبايل بتاعكم طلعوا the epistle to the rule للعبرانيين chapter 4 and verse 12 the epistle to the Hebrew
chapter 4 verse 12 بيقول ايه لان كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته وليست خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي بيده أمرنا. قريتوها؟ يا جبع السكرين. كلمة الله حية. And I always got to go deep in every single word. كلمة ربنا إيه؟ حية. وفعالة. هنا كاتبها إيه؟ powerful. أنا عاوز كلمة ربنا دي تبقى حية فيا. هي حية. والمسيح له المجد قال زي البذرة زي السيد يعني. تشوفها كده وبعد تحطها في الأرض تلاقيها يعني حية. حطها بعد شوية تبقى بلانت كبير. فأنا عاوز كلمة ربنا دي تبقى حية فيا. طب نعمل دي ازاي؟ ازاي صحيح؟ يعني تحس ان كلمة ربنا الانجيل ده هنا حي. فيبتدي الواحد يعني مش يقرا الانجيل او يفكر في الإنجيل أو يحفظ الإنجيل بعقله. أنا عاوز أنا بخدم المسيح عاوز الإنجيل حي فيا وأنا بعيش بيه لأنه حي. طبعا اللي أنت بتشوفوه مثلا من الـ very famous athletics اللي بيلعبوا مثلا الفوتبول المشهورين في العالم والهيروز اوف باسكت بول ايه دول بيتنطط زي البتاع. هو مش مولود كده. هو عنده التالنت لكن بيعمل ايه؟ بيبراكتس sometimes 18 hours a day عشان يبقى in the form. شغل 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 وسويت عشان تشوفوا انت المنظر اللي انت بتشوفه ده اللي بيجري ونط يتشعلق في الباسكت. قول يا اخوة ده بيقول ان ده practicing every day sincerely to reach the level. أنا عاوز الإنجيل يبقى كده في hard work practice. الإنجيل يعني ضد my ego ضد my self الأنا. فعاوز أعمل البراكتس ده أحط الأنا ديت. It's very hard to put the ego down.
عشان الواحد طبعا انتوا عارفين to humble himself is very hard. العالم بره بيربي الواحد ان هو be proud. الروح جوه بيربينا انه to be down. العالم بره بيقول to defend yourself, to prove yourself. وفي عبادات في العالم يقول لك I worship myself. بيأله نفسه. كلمة الله لما تبقى حية, كلمة الله لما تبقى حية يبتدي الواحد يبراكتس كل الوصايا الإلهية. المسيح قالها, عاوزة تمرين. المحبة عشان نحب كل الناس بقلب طاهر حلو عاوزة تمرين. نعرف أحب, أعرف أحب نفسي, أحب أبويا وأمي وإخواتي, دي الجسد ده. لكن لما روح الله يبقى فيا, يبقى وبتمرن كل يوم إن أنا أحب حتى those who oppose me أو offend me أو دايما ضدي أو those who insult me, عاوز أحبهم. طب اعمل ايه؟ اتمرن. يعني زي ما بقول لكم the more you practice. طبعا وهو الواحد بيتمرن بيقع يقول معلش اقف تاني 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 تاني. وصايا المسيح يا اولاد, احنا we started, ابتدي الوصية. لكن I never come to the fulfillment of the commandment. ابتدي واتمرن. اللي احنا بنقرأ عن حياة القديسين الكبار او دول زي الهيروز بتوع الاثليتكس, تمرنوا جامد قوي قوي وجوم ضد نفسهم قوي وسهروا الليالي والصوم والصلاة ويمارسوا الحياة الروحية لغاية لما وصلوا لل very high level. احنا كلنا سكة واحدة, we're fighting the same fight. احنا في levels مش مهم. عاوز كلمة الله حية. I have to start this in myself, with myself, in my own life. في العيلة, في الكنيسة. أمضى من كل سيف ذا حدين, يعني it's very sharp. يعني الإنجيل ده عامل زي السيف, يعني يعمل split between light and darkness, good and bad, heaven and earth. الانجيل كده, يعني ال half way مش في الانجيل. لك يعني لا بعض بقى. يعني لا هو سخن ولا هو بارد, فيبقى ايه كده. لا الانجيل, لا الإنجيل يخلي الواحد in the straight line. طبعا بحبها في الناس, يعني بقول للناس كلها be straight, بلاش تقعد zigzag line, ده بلاش منه. I have to start with myself. أقول الإنجيل جوايا, إيه بقى رايح شوية يمين وشوية شمال وشوية مع العالم شوية مع ربنا وشوية حلو وشوية وحش, منفعش. فالإنجيل يعمل في قلبي زي السور
Lord يميز يعمل distinction فيبقى الواحد حياته يعني مش ملخبطة straightforward. خلاص فعاوزين بقى ايه to start اقرأ الانجيل ولا انا بخدم بقى لي 15 سنة اقول طب انساهم مش عاوزينهم دلوقتي عاوزين ايه to start. انا عاوز اخد كلمة الله احطها جوايا. I used to say it to others. I used to teach it to others. لا 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 لا. اللي بيخدموا المسيح ما هماش teachers. برضو دي كلمة ايه؟ كلمة مش صح. ما هماش teachers. احنا فاكرينها مدرسة. أنا باجي عشان أتيتش أذرس فأنا مدرس وهم تلاميذ. This is not true. أنا باجي عشان to share my faith in Christ with others. أنا باجي عشان أنا بتوب واللي أنا بخدمهم دول بوصلهم للمسيح. They have to see me as a model. يعني مش لازم يسمعوا كلام، الكلام بيتقال ويتنسى. لكن لما تشوف حد عايش مسيحي فعلا ما يتنساش. Forget about teaching. Teach by your example, life. كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. بتميز أفكار القلب ونياته. يعني إيه؟ الانتنشن بتاعي ما حدش في الدنيا يعرفه. But if my inner intention is exposed to the divine light of the word of God يحصل تغيير كتير في الإنسان. الإنجيل يقدر يصلح اللي جوه. كل ما اقرا الانجيل كل ما زي ما يكون I put very high light على نفسي. في الضلمه الواحد ما يشوفش. يعني my robe مليان حاجات وحشه والدنيا ضلمه انا مش شايف حاجه. اول ما النور يجي You cannot see yourself صح إلا لما تحط النور الإنجيل كلمة الله دي تحطها على نفسك وتحطها على your daily life. أنا عايش إزاي؟ أما تحط الإنجيل عليك كده تبان الحاجات الوحشة. إيه ده؟ ده أنا عندي حاجات كتيرة وحشة مش دريان. الوصية نور. الإنجيل سراج لرجلي كلامك نور. لما الإنجيل يغيب الظلمة تبقى موجودة الواحد ما يشوفش. خلوا الإنجيل يكشف الحاجات الوحشة فينا ولما الواحد يشوف حاجات وحشة في نفسه يتوب يصلح. يقول ما كنتش شايفها لكن لما قريت الإنجيل صح لقيت نفسي فيها عيوب. طب why not بقى أبتدي
ولما الواحد يبقى سنسير ويبتدي ربنا يديله أكتر وينور أكتر وينور أكتر, فيبقى يعني very sensitive لأي حاجة وحشة. الإنجيل بيخلق السنسيتيفيتي دي فيا, أبقى أقدر أميز كل حاجة. أقول ده this doesn't work, this doesn't go with me. كل الناس يقول ده حاجة كويسة, لما كل الناس بتعمل كده, لكن أقول ده it doesn't fit me, ما أقدر. خلي الإنجيل حي في حياتكم يا أولاد, اقروه مش بالعينين والعقل, اقروا بالروح. زمان ربنا كتب الكلام على حجر, النهارده الكلام ده مكتوب جوه لحم different. عشان كده الانجيل حي, كلمة الله حية. زمان مكتوبة على ستون, دلوقتي مكتوبة جوايا. يعني I live the gospel, انا عايش أعيش كما يحق لإنجيل المسيح. لربنا المجد دائما أبديا أمين. ضن No question, no nothing. لا تسنكمي عليه, أنا مش قايل ما فيش questions. طب قول زي بعض. ما أعرفش. وبأسأل أبونا مخيل. نعم. إيه هو الخدام عاوز يفضل ولا ما فضل خدام؟ يعني واحد برضو ده لازم الواحد يفهمه, هو شغالين إيه؟ خدامين. ما هواش اونر يعني ولا تايتل ولا بتاع, ده اللي بيقولوا امسح الارض اعمل كده ولا اعمل كذا, خدام. اذا كان المفهوم غير كده ما بقاش خدام. وناس فاكرين خادم مدارس احد يعني ايه بيج هيرو, خدام يعني سليف اف يو وود. السليف ده لو دست عليه ما هو سليف. الفكر عاوز يتغير بس. انا جاي الكنيسة اعمل ايه؟ اذا كان المسيح للمجد نزل يغسل رجلين, احنا نسينا بس. نزل يغسل رجلين. فايه خادم مخادم مدارس قاعد يعني ايه؟ واحد بيعرف يغسل رجلين. يوطي. ما تقعد يا هلا ساكت قول. لا العمق في الانجيل مش بكثرة القراية, بكثرة التوبة. توب نتوب. طبعا اما نتوب بنقرب من ربنا, لما نقرب منه نسمع كلامه والقلب يرق كده. البعد عن التوبة يخلي القلب حجر. اول ما تقرب من المسيح كل ما تاخد من حنانه, كل ما تحس انك انت يعني قلب لحم حي. امين. اللي يا ذوك سابتريك ايوك يا اجيوك نفماتي كاني
Jesus Christ, our Lord, the King of peace, grant us your peace, establish for us your peace, and forgive us our sins. For yours the power, the glory, the blessing, the honor, forever and ever. Amen. O Lord, make us worthy to be thankfully our Father who art in heaven. شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم.